بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وبعد تلامذة الأعزاء تلميذات العزيزات مع حصة أخرى إن شاء الله من الأنشطة الداعمة والأنشطة التقويمية لمادة اللغة العربية ولا سيما مكون الدرس اللغوي سنرى مجموعة من التمارين في هذه الحصة مع بعض المهام التي تنجز خلالها إذن مع مكون الدرس اللغوي أنشطة داعمة كما ذكرت غادي تكون عندنا إن شاء الله علوم البلاغة والنحو والصرف وعلم العروض وضعية تقويمية ثانية لأننا سبقا رأينا الوضعية التقويمية الأولى وطبعا هناك مجموعة من الأنشطة التقويمية التي قدمها أساتذة وأستاذات غيري فمع الإنجاز لهذه الأنشطة وطبعا مع مسلك العلوم الشرعية إذن كمحتويات الحصة أولا عندنا توطئة للتذكير بمراحل الحصة ثم ثانيا أنشطة داعمة تمارين داعمة وتمارين تطبيقية سوف نراها من خلال مجموعة من الأسئلة رأينا في مجموعة من الدروس النظرية علوم البلاغة وعلوم الصرف والنحو وعلم العروض الذي يكون مستقلاً في طرح السؤال سواء في الفروض أو في الجهوي ولا بأس هنا أن أذكركم بأن مثلاً علوم البلاغة وعلم الصرف والنحو تكون هذه مستقلة يكون التنقيط عليها سواء في الفروض في المراقبة المستمرة أو في الجهوي تكون على 6 نقاط بينما يكون علم العروض يكون على 4 نقاط وسنرى بعد هذه الحصة الثانية سنرى إن شاء الله بعض القواعد في هذه الحصة بعض القواعد العامة خلال هذه الحصة ما أمكن ثم سوف نختم إن شاء الله في درس لاحق تمرين عام في امتحان تجريبي يعني يكون داز جهوي لجهة معينة سنتعرف من خلاله الإطار العام أو الإطار المرجعي ثم كيفية الإجابة عن الأسئلة الجهوي بكل أنواعها إن صح التعبير من ألفه إلى ياء إذن الآن ننتقل إلى هذه التمارين التي ستقومون بإنجازها وستتابعون معنا الآن أهم العناصر الإجابة الممكنة في هذا التمارين طبعا كما ذكرت في الأول علوم البلاغة دائما هي المطلوب الأول والصرف والنحو ولا سيما العلوم ديال البلاغة يكون عندنا في علم النحو إعراب أعرب ما يلي الجملة الأولى قال الله تعالى فلا تميل كل الميل الجملة الثانية أعجبني الحصان الأشهب لونه ثم السؤال الثاني في الصرف ميز اسم المفعول مما يلي من أمثلة مع تحديد معموله وعلامته الإعرابية ثم الأمثلة التطبيقية الكريم محترم قدره الطائر مقصوص جناحه ننتقل إلى السؤال الثالث وهو في البلاغة أجرد أو أجردي أسلوب الاستعارة وأسلوب التشبيه الواردين فيما يلي واشرحهما يعني غادي نشوفوا جوج ديال الأمثلة مع تحديد نوعهما وأركانهما المثال الأول عندنا أديت التحية من بعيد إلى قمر المثال الثاني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس إذن من خلال هذين المثالين سنستخرج ونجرد أين توجد الاستعارة وأين يوجد التشبيه المثال أو السؤال باء بعد ألف علوم البلاغة والصرف عندنا علوم العروض التي قلت بأنها تنقط على 4 نقاط بينما علوم البلاغة والصرف كتكون على 6 نقاط وتكون بعض الأسئلة ديال الصرف والنحو في الغالب مع درس النصوص أو مع النص الأدبي إذن السؤال الأول في العروض هو أكتب البيت الشعري التالي كتابة عروضية وحدد حشواه وعروضه وضربه
في التمرين الأول وفي الأنشطة الدائمة السابقة كنا رأينا بأن التلميذ يستخرج إضافة إلى الحشو والعروض والضرب الأقسام الكبرى وهي الشطر الأول والشطر الثاني. الآن سنقوم بنفس التمرين ولكن دون تحديد الأقسام الكبرى اللي هي الشطر الأول والشطر الثاني، يعني صدر البيت وعجزه. البيت الذي سنقطعه هو حدثوني بالمنايا أصدقائي وصفوا لي بعض أوقات الهناء. النوع الثاني أو عفوا السؤال الثاني في العروض، ما نوع الرجز في البيت التالي؟ طبعا الرجز يستعمل تاما ومشطورا ومجزوءا ومنهوكا، فالسؤال هنا دقيق، ما نوع الرجز في البيت التالي؟ لن تستطيعوا أن تحددوا نوعه إلا بتقطيعه، فقد يبدو لنا مشطورا وقد يكون هذا المشطور مجزوءا أو عفوا يعني قد أزيلت تفعيلة واحدة منه فيكون مجزوءا إذا كان الشطر الثاني موجودا. إذن السؤال الثاني، دائما أستعمل الشدة في أوانها، هذا نقول بيت أو شطر، أنت من اللي غادي تقطع غادي يبلك لتحدد نوع الرجز. السؤال الثالث والأخير في علم العروض، وهو السؤال التالي في هذه الأخير في هذه التمارين التطبيقية ككل، ننتقل إلى مرحلة الإجابة. عرف بالمصطلحات الآتية: القبض، الحذف، الردف. هنا هذه الأسئلة مثلها يكون الطرح في الفروض كما تكون مثلها في الجهوي كما شفنا في بعض الفروض، فقلت هذا هو يعني الأسئلة بشكل عام. ننتقل الآن إلى الإجابة. إذن عندنا إجابة عن تمارين تطبيقية علوم البلاغة: إعراب تام للآية القرآنية والجملة اللي شفناها قبيلة، فلا تميل كل الميل، لا حرف نهي وجزم، لا تميل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، لأن ما عندناش تميلون، عندنا تميل لأنه من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. الواو، هذه الواو ديال تميل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف، هذه الألف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا تميل كل الميل، ما قالش لا تميل ميلا، لتكون عندنا ميلا مفعول مطلق باين، ولكن هنا جاءت عندنا ما يعوض المفعول المطلق، فالذي عوضته هو لفظ بحال كل، بحال كل، بعض، جزء إلى آخره، كما رأينا في النص النظري. إذن كل الميل نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، الميل مضاف إليه مجرور. المثال الثاني: أعجبني الحصان الأشهاب لونه. أعجبني فيها ثلاثة ديال المقاطع، أعجب فعل ماض مبني على الفتح، النون نسميها نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، أنا يعود علي في محل نصب مفعول به، على أي أساس أن يكون مفعول به مقدم؟ الحصان فاعل مرفوع كما نرى هنا، الحصان فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والأشهاب هنا نعت، كيف هو هذا الحصان؟ الأشهاب، إذن هو نعت تابع لمنعوته في الرفع وفي العلامة الإعرابية، وفي الإفراد الحصان الأشهاب مفرد مفرد، ثم في التذكير بجوج مذكر، ثم في التعريف. لونه، الأشهاب لونه، فلونه هنا فاعل مرفوع للصفة المشبهة باسم الفاعل، الأشهاب هو هذا، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف، الهاء هو ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ننتقل إلى السؤال الثاني في البلاغة دائما، وهو تمييز اسم المفعول مما قرأناه من أمثلة مع تحديد معموله وعلامته إعرابي. هنا ممكن التلميذ أو التلميذة يعتمد على جدول توضيحي ليسهل الجواب وليسهل على المصحح كذلك التعامل مع هذا الجواب. إذن عندنا المثال الأول: الكريم محترم قدره، فاسم المفعول هو محترم
جبناه من الصيغة ديال يحترم يحترم المبني المجهول، فنعوض الياء ديال المضارع إلى ميم مضمومة ونفتح ما قبله. محترم قدره هو معلوم، ها هو قدره، وعلامته الرفع قدره، محترم قدره، وكأننا قلنا يحترم قدره. عندنا الطائر مقصوص جناحه، إذن هنايا اسم المفعول هو مقصوص، قص يقص فهو مقصوص، وجناحه هو المعمول مرفوع، الرفع مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو مضاف إلى آخره. ننتقل إلى الجواب عن السؤال الثالث في جر في الاستعارة وأسلوب التشبيه الواردين، جرد أسلوب الاستعارة والتشبيه الواردين وأسلوب التشبيه الواردين في المثالين مع الشرح وتحديد أركانهما ونوعهما. هنا في عجالة: أديت التحية إلى قمر. فحينما نقول أديت التحية إلى قمر، فالقمر هنا ليس إنسانا، إنما هو شيء آخر غير الإنسان، والقرينة على ذلك التحية، أن التحية لا تقدم إلى القمر ولا يعني نقوم بها إلى القمر، فالتحية لا تؤدى إلى القمر. وهنا وجه الاستعارة حيث شبهها، وهنا وجه الاستعارة التحية للقمر حيث شبه المتكلم إنسانا معينا أنثى كان جميلة أو ذكرا بالقمر، فحذف المشبه اللي هو المستعار له يعني الإنسان إلى بعيد إلى إنسان كالقمر، وأبقى على المشبه به المستعار منه وهو القمر، ووجه الشبه بينهما هو الجمال. فإذا ما دام المشبه هو الذي حذف، فهنا إذن هي استعارة تصريحية، استعارة تصريحية. المثال الثاني لكي نستخرج منه أسلوبا آخر وهو أسلوب تشبيه: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذن تابع أديت جاوبنا عليه، ثم المثال البيت الشعري: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إنسان يريد أن ينجو بنفسه إذا كان فيه مصيبة، أو ينجو من عذاب الله أو ما شابه ذلك، أو من الهلاك المحقق، فهو إذا لم يأخذ الأسباب فإنه لا ينجو، بل يقع في حيص بيص، أو يقع في يعني ما لا يحمد عقبه. مثله في ذلك كمثل سفينة يراد لها أن تجري في اليابس، يعني كسفينة نبنيها في صحراء مقفرة أو في مكان فارغ خالي من الماء ونقول لها اسبحي، فلا يمكن. فهذا هو التشبيه الذي حصل هنا: إنسان يفعل المصائب أو هو في مصيبة أو في موقف يعني كمأزق يريد أن يخرج منه، لكنه لا يأخذ أسباب، فهو كسفينة أيضا في مكان جاف. هذا هو الشرح ديال المقدر. فالبيت نجد تشبيها تمثيلا، ففي البيت نجد تشبيها تمثيليا، إذا نوع التشبيه تشبيه تمثيلي، حيث مثل لنا الشاعر حالة الإنسان الذي يريد النجاة من المصائب أو الهلاك المحقق ولم يتخذ له وسيلة لذلك، كمثل السفينة الذي يريد صاحبها التي يريد صاحبها الإبحار بها في صحراء مقفرة أو مكان لا وجود للماء فيه. وهذا موقف أو موقع من الموقعين اللذين يجيء فيهما التشبيه التمثيلي بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها، فيشبه البرهان الذي تثبت به الدعوى. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني في علم العروض، والذي يشمل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول فيه تقطاع البيت تقطاع عروض أو كتابته كتابة عروضية مع تحديد حشوه عروضه وضربه وتفعيلاته وقافيته، ثم نتعامل معه كأننا نتعامل مع يعني أي بيت. هذا هو التقطاع الذي أعطانا: حددثوني أو حددثوني بالمنى تلاصق هنا يا أصدقائي، وصفوا الألف كزلت لبعض، وصفوا لي بعض أوقات الهناء. الألف ما بقاتش، هي كانت هنا ما بقاتش هنا، والهناء كانت غير الهمزة ولا عندها الياء هنا يا الساكنة، بمعنى هذا إشباع. نرى الرموز المناسبة هنا تعطينا فاعلات
فاعلات فاعلات ثم هنا فاعلة فاعلات هنا تحذف واحد الحرف الثاني الساكن ثم فاعلات ثم فاعلات إلا مشينا نشوف التفعيلات هي هذه فاعلات 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 ثم فاعلات هنا تحذف السكون فاعلات فاعلات نمشيو لهذه المقاطع التي تتكون يتكون منها البيت الشعري الحشو هي فاعلات فاعلات وما دون هاته نجد العروض دائما في أي بيت شعري العروض الأخرانية في الشطر الأول تسمى العروض وما دونها سواء كانوا ثلاثة أو لا غير وحدة كنسميوها الحشو للأبيات اللي فيها ثمانية التفعيلات أو سداسية أو رباعي والأغلبية ديالها كلها من ثلاثي إلى ثماني وعندنا هنا كذلك بحال الشكل اللي هنا فاعلات فاعلات الحشو وفاعلات بوحدها مثلت لنا الضرب خاتنا القافية والراوي القافية هي هذه هذه اللي مكتوبة بالخضر نائي إذن كتبدأ لنا الساكن الأخير الساكن الذي قبله مع حركة قبلها الساكن هي هذه حركة سكون ثم سكون ثاني وحركة قبلها الساكن نتطنى فعل هي هذه فعل نائي نائي فعل أما الراوي فهو الحرف الأخير اللي هو الهمزة نائي هو هذا الهمزة اللي هي بالزرق ها هي ننتقل إلى السؤال الثاني في هذا العروض إن بحر الرمل التام نحدد بحر الرمل التام ننتقل إلى المثال والتطبيق الثاني وهو الرجز نبين نوع الرجز في البيت نفس الشيء نقوم بتقطيع البيت أستعمل الشد داتا في أوانها أستعمل الشد داتا الالف لما نطقنوها شنو ما درناهمش فتعطينا فاعلات مستفعل متفعل متفعل اوقافهم تغيير مستفعل جات تامه مستفعل مستف مستعل تحيد ثاني القبض ثم متفعل اذا هنايا الرجز الذي جاء هو سداسي في الحقيقه ولم يحتفظ بثلاث منها التفعيلات وحذفت ثلاث تفعيلات ولقينا غير واحد جوج ثلاثه في مشات ثلاثه مشات اذا غادي يكون الرجز هنا هو اذا هو رجز مشطور هو الرجز المشطور وكما ذكرت سابقا الرجز اما يكون مشطورا تحيد الشطر كامل او مجزوءا كنحددوا غير جزء من الشطر الاول وجزء من الشطر الثاني او يكون منهوك نحيدوا له كل شيء تفعيلات كنخليوا فيه غير جوج يتكرروا ننتقلوا الى التمرين الثالث والأخير وهو أن نحدد تعاريف بعض المصطلحات وعلى غرارها كان عندكم هذا الأمر في الفروض في المراقبة المستمرة كما أنه أيضا قد يطرح في الامتحان الجهوي وعندنا مسألة القبض وهي حذف الخامس الساكن من تفعيلة ولا سيما فعول أو مفاعل فعول كتولي فعول ومفاعل كتولي مفاعل مفاعل ثم عندنا تعريف آخر الحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر تفعيل برمته هل فعول كتولي غي فعو فعو مفاعيل كتولي غي مفاعيل وهكذا الحذف في أمثلة أخرى من التفاعيل وآخر مطلب هو الردف وهو حركة مد تكون قبل الراوي حركة مد تكون قبل الراوي بحال اللي عندنا احنا في المثال السابق ها هنائي 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 اللي شفناه في المثال السابق ها هي هنا هذا كنسميوها الردف نائي وهكذا نكون قد أتينا على إنهاء هذه الحصة من الأنشطة الداعمة أيها التلاميذ الأعزاء لننتقل في حصة أخرى بحول الله مع حصة كاملة للتمرن على يعني جهوي يكون شاملا للنص ثم أسئلة النحو والبلاغة والصرف وعلم العروض وتكون على اطلاع أيضا بما له علاقة بالإطار المرجعي يعني كم عندنا نقطة على كل يعني سؤال والسلام عليكم شكرا على حسن الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.